بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 55 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء 25 من شهر الله المحرم سنة 46 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نتم في هذا المجلس الحديثين الأخيرين في باب الذكر عقيب الصلاة، وقد تقدم ليلة الأسبوع المنصرم تدارس الحديثين الأولين في الباب، حديث المغيرة بن شعبة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا، ويبقى حديثان في هذا الباب نأتي مدارستها في هذا المجلس إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: الحديث الثالث عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال لك: تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. هذا ثالث أحاديث الباب كما تقدم، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أول أحاديث الباب، كانت فائدته ومحل الشاهد منه رفع الصوت بالذكر كما تقدم، والخلاف مضى فيه. وحديث المغيرة في الكتاب الذي بعث به إلى معاوية رضي الله عنهم جميعا كان فيه صفة الذكر وعدده 33 تسبيحا وتحميدا وتكبيرا، وتقدم أيضا حديث سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا فيه فائدة أخرى، وهي صفة إيراد هذا العدد 33 مع ما في الحديث من فوائد أخرى يأتي ذكرها. ومن أجل ذلك عمد المصنف رحمه الله تعالى، أعني الحافظ عبد الغني المقدسي، إلى إيراد أسماء رواة الحديث عن الصحابي، ولم تجر العادة بذلك، فإنه يورد الحديث بالإسناد إلى الصحابي مباشرة في كل أحاديث الكتاب، فيقول عن ابن عباس، عن عائشة، عن معاذ، عن أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا.
لكنه قال هنا عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة. وإراده للطرف من الإسناد ها هنا لما يترتب عليه من مراجعة بعض الرواة، كما قال في أثناء الحديث قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين، قال سمي فحدثت بعض أهلي إلى آخره. وبناء على هذا فإن إرادة السند بهذا الطرف عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة لأجل ما في بقية الحديث من تتمة تتعلق ببعض رواة السند. ثانيا، الإمام البخاري رحمه الله في إخراجه الحديث لم يذكر طرفه الأخير، قوله سمع إخواننا المهاجرين ففعلوا مثل ما فعلنا فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فليس هذا من رواية البخاري، بل هو ممن فرد به الإمام مسلم رحمه الله، ولهذا قال واللفظ لمسلم. قال الحافظ العطار قول مسلم في آخر الحديث قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى آخره مرسلا لم يسنده أبو صالح، وأبو صالح تابعي، فلما قال في الرواية قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين هو ما أدرك هذا، وحكى الرواية عما صنعه الفقراء من الصحابة مراجعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يورده البخاري رحمه الله تعالى في الرواية، واقتصر على الجزء المرفوع وهو حوار الفقراء مع النبي عليه الصلاة والسلام في أول الحديث. قال ولذلك أخرجه البخاري في مواضع من كتابه ولم يذكر هذه الزيادة من قول أبي صالح، إلا أن مسلما أخرجه من وجه آخر عن أبي صالح وفيه هذه الزيادة متصلة مع سائر الحديث. ثالثا، الحديث إذن يتكون من ثلاث جمل أو ثلاثة أقسام. القسم الأول حوار الفقراء من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، قال وما ذاك؟ فقالوا يصلون ولا كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، فدلهم على الذكر عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني من الحديث قول أبي صالح فرجع الفقراء من المهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا القسم الذي أورده الإمام مسلم رحمه الله دون البخاري، وهي رواية مرسلة، وأوردها الإمام مسلم رحمه الله من إسناد آخر متصلا بالحديث. القسم الثالث ذكر سمي راوي الحديث عن أبي صالح عن أبي هريرة مراجعته الحديث لأبي صالح السمان شيخه في الرواية، فرجع إليه ليفهم معنى الجملة تسبحون وتكبرون وتحمدون 33، هل 33 موزعة على الثلاثة فيكون المجموع 11 للتسبيح 11 للتحميد 11 للتكبير، وهكذا فهم. وهي في بعض روايات الإمام مسلم في سند الحديث هذا لكنها مرسلة ولم ترد مرفوعة إلا بسند ضعيف عند البزار عن ابن عمر كما سيأتي بعد قليل. فهذا القسم الثالث هو أيضا مدرج بالحديث أو موصول به، لا لكونه جزء من الرواية، بل هو لموضع الشاهد كيف نفهم هذا العدد 33 كيف يؤدى، أي يؤدى مفردا تسبح الله 33 ثم تحمده 33 ثم تكبره 33، أو تقولها جملة واحدة من ثلاثة أمور سبحان الله والحمد لله والله أكبر واحدة فتعد من جميعهن 33، وهذا هو فهم أبي صالح رحمه الله تعالى للحديث كما سيأتي. أما رواة الحديث فسمي الذي ابتدأ به سند الحديث عند المصنف رحمه الله تابعي مدني ثقة، وهو قرشي مخزومي قتله الخوارج سنة 130 وقيل 131 من الهجرة، من فضلاء التابعين ومن الموثوقين، وقد أخرج له الأئمة بناء على ثقته وضبطه رحمه الله تعالى. قال سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، وهذا الاسم يعرفه طلبة العلم لأنه أحد فقهاء المدينة السبعة، وسمي مولاه، وقد اشتهر سمي رحمه الله بكونه مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام من فقهاء المدينة السبعة، والذين
توفى الله عز وجل جلهم سنة 94 من الهجرة، فكانت سنة وفاة فقهاء المدينة السبعة، فهو مولاه دلالة على قربه من فقهاء المدينة وعلمائها ونشأته رحمه الله تعالى في أكنافهم. وأما أبو صالح السمان ويقال له الزيات لصنعة الزيت والسمن وبيعه إياه وجلبه وتجارته فيه، فهو ذكوان تابعي أيضا ثقة عالم مولى جويرية من علماء التابعين، وهو القائل رحمه الله: ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجالس فيهما أبا هريرة رضي الله عنه. يعني يقول: ليس لي حظ من الدنيا ولا أمنية إلا ثوب يكسوني وآخر أبدله به إذا احتجت إليه، أو ثوبان يعني إزار ورداء، ولا يشغل له في الدنيا إلا السماع من أبي هريرة رضي الله عنه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث أحد مروياته رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث يتعلق به المسألة المشهورة في التفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر، وقد اشتهر فيها الخلاف. الخلاف مشهور في المسألة عند العلماء، لأن الشكر والصبر مقامان من مقامات العبودية لله رب العالمين، ولا يقال هل يشكر العبد ربه أم يصبر، كلاهما مطلوب، مطلوب من العبد الصبر ومطلوب منه الشكر، كما هو مطلوب منه الحمد والاستغفار وسائر مقامات العبودية، لكنها مسألة تفرض في المفاضلة. إذا كان العبد غنيا يشكر الله على الغنى، والآخر فقير صابر على ما ابتلاه الله من القلة، فأيهما أعظم أجرا عند الله؟ اشتغل العلماء بالمسألة وأوردوا فيها المفاضلة وساقوا فيها النصوص، والحديث هذا من أدلة المسألة، ولهذا قال: الحديث يتعلق به المسألة المشهورة في التفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر. وألف في المسألة جماعة من العلماء، لعل من أوعبها وأوسعها ما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ساق المسألة وأورد الأدلة، وأيضا ألف قبله وبعده طائفة من أهل العلم لبيان أي المقامين أعظم، أن يكون العبد فقيرا قليلا في أمر دنياه فيصبر على الفقر، أو يكون قد أغناه الله عز وجل فاكتسب مالا فأصبح ينفق في ذات الله يتقرب إلى الله شاكرا لله، فالغني الشاكر أعظم أجرا وأفضل عند الله أم الفقير الصابر؟ نعم. قال: والفقراء ذكروا للرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتضي تفضيل الأغنياء بسبب القربات المتعلقة بالمال. من أين أخذ هذا؟ من قولهم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. في بعض الروايات: ذهب أهل الدثور بالأجور. إيش يعني أهل الدثور؟ أهل المال الكثير، الدثر المال الكثير. قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، وفي الرواية هنا بالدرجات العلى والنعيم المقيم، هل قولهم هذا حجة؟ قال: لا، وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أين موضع الإقرار؟ ذكروا العبارة، قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ استفصل منهم عن بيان كيفية سبق الأغنياء، فقالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، فهذا نحن وإياهم فيه سواء، لكن بسبب المال الذي عندهم وليس عندنا يتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، فلم ينكر أو يراجع عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه القضية التي قرروها، بل أقر وقال: ألا أدلكم على، فبين لهم عملا يسبقون به من قبلهم ولا يدركهم من بعدهم، فكان هذا إقرارا للجملة التي ذكروها رضي الله عنهم. نعم. وأقرهم، قال: وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك،
لكن علمهم ما يقوم مقام تلك الزيادة. طيب إذن هذا الحديث في المسألة المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر يستشهد به لأي القولين؟ لتفضيل الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ هذا الحديث إذا سيق في المسألة الخلافية في المفاضلة يستشهد به لتفضيل الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ الغني الشاكر، لأنه قالوا سبق أهل الدثور بالأجور أو بالدرجات العلى وأقرهم، إذن لأنهم يؤدون الواجبات صلاة وصياما كما يفعل الفقراء، ويزيدون على الفقراء ماذا؟ إنفاق الأموال، صدقات وقربات وإعتاق. فكان هذا مما استدل به من يقول إن الغني الشاكر أعظم أجرا وأفضل من الفقير الصابر، لكن علمهم عليه الصلاة والسلام، أي علم الفقراء، ما يقوم مقام تلك الزيادة التي عند الفقراء وليس عند الأغنياء وليست عندهم. ما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. فدل هذا على أنهم إذا أرادوا أن يلحقوا أو يسبقوا بما يبذل الأغنياء من أموالهم فعليهم بما دلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رجع الفقراء فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، يعني عادوا فساوونا في هذا ولا يزال عندهم السبق بالمال الذي ليس عندنا. فماذا قال؟ قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. قال: لكن علمهم ما يقوم مقام تلك الزيادة، فلما قالها الأغنياء ساووهم فيها وبقي معهم رجحان قربات المال، فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فظاهره القريب من النص أنه فضل الأغنياء بزيادة القربات المالية. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يدل على ماذا؟ على فضل حازه الأغنياء. هذا ظاهر السياق. كيف؟ قال لهم: تريدون أن تفعلوا مثل ما فعل الأغنياء أو تدركون به، عليكم بالذكر، تسبيح وتكبير وتحميد دبر كل صلاة 33. رجعوا فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، يعني لا يزال عندهم درجة سبقوا بها وهي إنفاق الأموال. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فظاهر الرواية أنه فضل الأغنياء. لما؟ لأنهم فعلوا ما فعل الفقراء وزيادة. ما الزيادة؟ هي إنفاق الأموال. هذا ظاهر السياق. ومنهم من يقول إن قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء هو تفضيل للفقراء. نعم. وبعض الناس قال: وبعض الناس تأول قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بتأويل مستكره يخرجه عما ذكرناه من الظاهر، يعني تكلف في التأويل. فقالوا: لا، أراد عليه الصلاة والسلام أنكم معشر الفقراء فضلتم الأغنياء أو ساويتموهم وإن لم يكن لكم مال تنفقونه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكنه قال تأويل مستكره. لما؟ قال: يخرجه عن ظاهر السياق، وهذا واضح لكم جميعا. وذكر بعضهم أن معنى قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أن ثواب الذكر الذي حصل للأغنياء إنما هو بسبب مسألة الفقراء، فحصل للفقراء ثواب الذكر وزيادة كونهم سنوا هذه السنة الحسنة فنالهم ذلك الفضل. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي الأجران الحاصلان، أجر الذكر وأجر تسببهم في حصول هذا الأجر لغيرهم. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا قال بعض أهل العلم: هذه الجملة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء في هذا الحديث يحتمل ثلاثة أوجه. الأول ما هو ظاهر الحديث والمتبادر من السياق، أن الأغنياء سبقوكم بالإنفاق. والثاني أنهم ساووهم في فضيلة الذكر فلم يختصوا به دونهم فقال ذلك فضل الله. الثالث جعل الجملة تفضيلا للفقراء،
قال ذلك فضل الله، يعني أنكم سبقتموهم بماذا؟ بما جاءت به الأدلة الأخرى من فضيلة الفقراء يوم القيامة وتخفيف الحساب عنهم، وذلك في نصوص عدة، منها أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الخليقة 500 عام وتخفيف الحساب عنهم، ومنها ما جاء في بعض روايات هذا الحديث وإن كانت ضعيفة لما قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، قال يا معشر الفقراء ألا أبشركم إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 500 عام. فهذا أحد أوجه حمل الجملة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن كان الظاهر والمتبادر القريب من النص كما قال المصنف رحمه الله أنه فضل الأغنياء بزيادة القربات المالية، يعني مع مشاركتهم للفقراء في ثواب الذكر الذي دلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والذي يقتضيه الأصل أنهما إن تساويا وحصل الرجحان بالعبادات المالية أن يكون الغني أفضل ولا شك في ذلك. إن تساويا، من هما؟ الفقراء والأغنياء. إن تساويا يعني في أبواب العبادات صلاة وصيام وذكر، إن تساويا ثم كان للأغنياء فضل وزيادة بالإنفاق والقربات المالية فأيهما أفضل؟ أعظمهما عملا، القاعدة تقول كلما كانت العبادة أكثر كان الأجر أكبر، فكان الغني أفضل. قال ولا شك في ذلك. نعم. وإنما النظر، قال وإنما النظر إذا تساويا في أداء الواجب فقط وانفرد كل واحد بمصلحة ما هو فيه، وإذا كانت المصالح متقابلة ففي ذلك نظر يرجع إلى تفسير الأفضل. يقول متى يكون النظر في المسألة، هو يحرر الآن محل الخلاف والنظر في ترجيح أي الكفتين أفضل. يقول إذا تساوى الفقير والغني في أبواب العبادات وزاد الغني عبادة الإنفاق إذن هو أفضل لأنه أكثر عبادة، أما إذا تساويا في أداء الواجب فقط، ما الواجب؟ الصلوات الخمس وصيام رمضان وباقي الواجبات، إذا تساويا في أداء الواجب ثم انفرد كل واحد بمصلحة ما هو فيه، الغني بشكره والفقير بصبره، انفرد كل واحد تساووا في العبادات والذكر وسائر الأبواب، ولكن الغني بشكره تميز والفقير بصبره تميز، فعندئذ أيهما أفضل؟ يقول وإذا كانت المصالح متقابلة ففي ذلك نظر، وإذا أردنا أن نفاضل فدعونا نفسر ما معنى أفضل. وهذا تحرير دقيق من المصنف رحمه الله. أنت تسألني أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ قبل الجواب ينبغي أن نسأل سؤالا، إيش معنى أفضل؟ التفضيل ها هنا ما مناطه؟ تريد التفضيل بين الشخص والشخص أو بين المقام والمقام؟ قال يرجع إلى تفسير الأفضل. نعم. قال فإن فسر بزيادة الثواب فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة. طيب وهنا أيهما أفضل؟ الغني بإنفاقه، لأن المصلحة بالإنفاق متعدية، سيبني مسجدا أو يسبل ماء أو يطعم طعاما أو يكرم أيتاما أو يكفل مساكين، فالمصالح في نفقة الغني بماله متعدية، أما الفقير بصبره فمصلحته قاصرة، حتى لو اشتغل بالطاعة والذكر والعبادة فمصلحته أيضا قاصرة. إن فسرنا أيهما أفضل يعني أيهما أكثر ثوابا، فمقتضى النظر والقياس كما قال، ليس يقصد بالقياس القياس الأصولي إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة، إنما يقصد القواعد العامة التي تتنزل عليها أحكام الشريعة، يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة، وعندئذ سيكون الغني الشاكر الذي تتعدى مصلحته ومنفعته بما ينفق من الأموال ونفع نفقاته للعباد، بخلاف الفقير الصابر فصبره عائد على نفسه فحسب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن كان الأفضل بمعنى الأشرف بالنسبة إلى صفات النفس
فالذي يحصل للنفس من التطهير للأخلاق والرياضة لسوء الطباع بسبب الفقر أشرف، فيترجح الفقراء. ولهذا المعنى ذهب الجمهور من الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر، لأن مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتها، وذلك مع الفقر أكثر منه مع الغنى، فكان أفضل بمعنى الشرف. قال: وإن فسرنا أفضل بمعنى أشرف للنفس وأنقى لخصالها وتصفية طباعها وتهذيب داخلها وتزكيتها، فأي الحالين أنفع في تزكية النفس؟ الصبر مع الفقر أو الغنى مع المال؟ الصبر مع الفقر أجدى في تهذيب النفوس. تدري لما؟ لأن النفس ينقطع أو يضعف تعلقها بالدنيا، لا طمع لها في الدنيا، يعيش قلة وفقرا وضيقا في الحال فلا يطمع. متى يزداد الطمع عند ابن آدم؟ كلما اتسعت الدنيا أمامه. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، هذه سنة الله. أما الفقير فيقنع بما يأتي، ولأنه مضى شطرا من عمره، أمضى شطرا من عمره في الفقر وقلة ذات اليد، يأس من الدنيا فليست هي منه ببال، فهذا أزكى لنفسه. قال رحمه الله: الذي يحصل للنفس من التطهير للأخلاق والرياضة لسوء الطباع بسبب الفقر أشرف، فيترجح الفقراء. قال: وهذا المعنى رجحه الصوفية، لأن مسلكهم القائم على العناية بهذا الباب يرجح هذا الطريق، لأنه مقائم على تهذيب النفس ورياضتها. قال: وهو في الفقر أكثر منه في الغنى، فكان أفضل بمعنى الشرف. خلاصة ما قرره رحمه الله أننا نفسر التفضيل هاهنا: إن كان الأفضل بمعنى الأكثر ثوابا فهو في حق الأغنياء بنفقات أموالهم أفضل، وإن كانت الفضيلة هنا بمعنى ما ينال النفس من تهذيب وتزكية وشرف، فالذي يناله الفقير بصبره أفضل. لكن هذا الترجيح سيبقى وجها من الأوجه المذكورة عند أهل العلم، وهو توسط منه رحمه الله في المسألة بعدم تفضيل الأغنياء مطلقا ولا الفقراء مطلقا، لكنه ينظر إلى معنى الأفضلية ومناطها، وهو أحد الأقوال في المسألة، ولم يخلو من نظر وتعقب. يعني مثلا على الوجه الأول إن قلنا إن الأفضلية بمعنى زيادة الثواب، فرجح ماذا؟ رجح الأغنياء بما له من إنفاق وأموال. طيب، وماذا نقول في نصوص دلت على أن الذكر أفضل من النفقات؟ منها حديث أحمد والترمذي: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. هذا نص في المسألة، أن الذكر أعظم أجرا من إنفاق الأموال وما سمعت من فضائل الأعمال. حديث الصحيحين أيضا: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، في كل يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكتب له حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. هذا أيضا نص في المسألة مع حديث أخر وإن كان في صحتها نظر. فهذا أيضا لا يقوي القول مطلقا بأن إنفاق الأموال مرجح في زيادة الثواب. حتى القول الآخر: إن قلنا إن الفقر أنفع في تهذيب النفوس، قد يقول قائل: حتى الغني يعيش من رياضة النفس ومجاهدتها ما لا يعيشه الفقير، أليس كذلك؟ أليس الغني بإنفاق ماله يجاهد نفسه في بخلها وشحها، وينفق ما تحب النفس وتنازعه في الاستئثار بالمال وفي الطمع وفي التفكير في الأولاد وترك ما يعينهم؟ هذه مجاهدة نفس أيضا. ولماذا قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان؟ برهان على ماذا؟ على صدق إيمان في قلب صاحبها، لأنه لا يقوى على أن يتنازل عن مال اكتسبه بعرق جبينه وتعب وكد وكدح
ثم ينفقه ابتغاء مرضات الله عز وجل طيبة بها نفسه، هذه مجاهدة، هو نوع أيضا من تطهير النفوس من أخلاقها، من الشح والإمساك، من التفاخر بالدنيا وغير ذلك من الآفات القبيحة التي لو تعرض لها الفقير لربما أفسدت أخلاقه وطهارة نفسه. فهذا أيضا نوع يقال مثله في حق الأغنياء، وهذا أيضا كما قلت نظر في المسألة من جهة أخرى. قال بعض أهل العلم ويؤيد ذلك أن الصبر مع الفقر كانت بداية أحوال رسول الله عليه الصلاة والسلام، والغنى مع الشكر كانت آخر أحواله عليه الصلاة والسلام، فجمع الله له بين الحالين. وعادة الله الجارية في رسله الكرام أنه يختم لهم بأفضل الأحوال، فختم لأفضل خلقه بالغنى مع الشكر، وفي ذلك دلالة على تفضيله على الصبر مع الفقر كما قاله أيضا الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع. وخلاصة ما أوردوه في المسألة أنه إن فضل الغني، أن الأقوال في المسألة خمسة كما حكاها الإمام القرطبي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم. القول الأول تفضيل الغنى لهذا الحديث وغيره من الأدلة، وهذا قول الأكثرين، ورجحه الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين. قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما نقله القطان عنه: المال رحمة من الله يعين العبد على طاعته ويتقرب إلى الله به. القول الثاني تفضيل الفقر مع الصبر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من الغنى، خصوصا إذا كان الغنى مطغيا، وهو الذي يرجحه الصوفية كما تقدم في كلام المصنف رحمه الله. هذان قولان. الثالث تفضيل الكفاف، بمعنى أن يعيش المرء على قدر كفايته، فلا هو غني ولا هو فقير. تفضيل العيش الكفاف هو أفضل الأحوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في حديثه أن سأل الله عيشا كفافا. القول الرابع أن التفضيل يختلف باختلاف أحوال الناس في الغنى والفقر، فرب غني لا يصلحه الفقر ورب فقير لا يصلحه الغنى، فهذا لا يفضل فيه بإطلاق بين حال وحال، لكنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. القول الخامس التوقف في المسألة عن تفضيل أحدهما عن الآخر. قال الإمام القرطبي والذي يظهر لي في الحال أن الأفضل من ذلك ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولجمهور صحابته. ما هو؟ قال وهو الفقر غير المدقع، يعني ليس الفقر الشديد الذي يجد فيه المرء مخمصة وحاجة وألما. قال ويكفيك دليلا أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 عام، وأصحاب الأموال محبوسون على قنطرة بين الجنة والنار يسألون من فضول أموالهم كما ثبت في الصحيح. وعلى هذا فيتعين تأويل قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وذهب قوم إلى أن الفقر الذي استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام هو فقر النفس. ومن جميل كلام ابن الجوزي رحمه الله قال والصواب أن يقال الفقر مصيبة من مصائب الدنيا، والغنى نعمة من نعمها. فهمت؟ يقول الفقر مصيبة من مصائب الدنيا، والغنى نعمة من نعمها، ووزانهما يعني مثالهما المقابل لهما المرض والعافية. ففي المرض ثواب وفضل لا يمنع ذلك من الاستعاذة منه وسؤال العافية. المرض ابتلاء والعافية نعمة، فهل يقول قائل المرض أفضل لأن فيه ثوابا ليس موجودا في العافية؟ ليس كذلك. قال الله سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولذلك في الموازنة بين المسألة بين هذا وذاك فيه نظر بأحوال عدة. قال الإمام ابن الملقين رحمه الله تعالى لا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان غنيا بالله تعالى، شاكرا له، فقيرا إليه، صابرا على جميع أحواله. قال وآخر أحواله جاءت إليه خزائن الأرض وهادته الملوك وفتحت الفتوح
وكذا صحابته الذين أدركوا الفتوحات، فكان المال الكثير في اليد لا في القلب، كان المال الكثير في اليد لا في القلب. اتسعت الدنيا لكن ما تجاوزت أيديهم، ما حلت بقلوبهم ولا تعلقوا بها، فلما كثر المال في أيديهم عاشوا غنى وسعة حال، لكن أبدا ما عاشوا تعلق القلوب. قال رحمه الله: فكان المال الكثير في اليد لا في القلب، فهم بهذا الاعتبار أغنياء لا فقراء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. وتطرق أيضا لهذا المسألة، لهذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: تنازع كثير من المتأخرين في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل، فرجح هذا طائفة من العلماء والعباد، ورجح هذا طائفة من العلماء والعباد. قال: وحكي في ذلك روايتان عن الإمام أحمد، وأما الصحابة والتابعون فلم ينقل عنهم تفضيل أحد الصنفين على الآخر. وقال الطائفة ثالثة: ليس لأحدهما على الآخر فضيلة إلا بالتقوى، فأيهما كان أعظم إيمانا وتقوى كان أفضل، وإذا استويا في ذلك استويا في الفضيلة. قال شيخ الإسلام: وهذا أصح الأقوال، لأن الكتاب والسنة إنما تفضل أو تفضل بالإيمان والتقوى. قال الله تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وقد كان في الأنبياء والسابقين الأولين من الأغنياء من هو أفضل من أكثر الفقراء، وكان فيهم من الفقراء الذي من هو أفضل من أكثر الأغنياء. قال: والكاملون يقومون بالمقامين، فيقومون بالشكر والصبر على التمام، كحال نبينا صلى الله عليه وسلم وحال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم قال: ولكن قد يكون الفقر لبعض الناس أنفع من الغنى، والغنى أنفع لآخرين، كما تكون الصحة لبعضهم أنفع، كما في الحديث الذي رواه البغوي وغيره: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك، إني أدبر عبادي إني بهم خبير بصير، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله ذهب أهل الدثور، الدثر هو المال الكثير. وقوله تدركون به من سبقكم، يحتمل أن يراد به السبق المعنوي وهو السبق في الفضيلة. وقوله من بعدكم، أي من بعدكم في الفضيلة ممن لا يعمل هذا العمل، ويحتمل أن يراد القبلية الزمانية والبعدية الزمانية. لما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم، قبل وبعد هنا هو قبل وبعد زماني، يعني من قبلكم فيما سبق وتسبقون من بعدكم من الأجيال اللاحقة، هذا محتمل لكنه ليس راجحا، لأنه ثبت فضيلة جيل الصحابة على من بعدهم مطلقة، فهم خير ممن جاء بعدهم بالذكر ومن غير الذكر. والمراد والله أعلم تسبقون به، تدركون به من سبقكم، السبق المعنوي في الفضيلة. أما قالوا إن أصحابنا الأغنياء إخوتنا سبقونا بماذا؟ في الزمان؟ لا، في الأجر والثواب، إذن هو السبق المعنوي. فهذا معنى تدركون به من سبقكم، السبق المعنوي، وتسبقون به من بعدكم، يعني من هو خلفكم في الفضيلة فلا يلحقكم إلا إذا عمل مثل هذا العمل. نعم. قالوا: لعل الأول أقرب إلى السياق، فإن سؤالهم كان عن أمر الفضيلة وتقدم الأغنياء فيها. وقوله لا يكون أحد أفضل منكم يدل على ترجيح هذه الأذكار على فضيلة المال، وعلى أن تلك الفضيلة للأغنياء مشروطة بألا يفعلوا هذا الفعل الذي أمر به الفقراء. يعني لو أن الغني لم يأتي بهذا الذكر وأنفق الأموال تلو الأموال، والفقير الذي ما أنفق درهما ولا دينارا وإنما أقبل على هذا الذكر، فأيهما أفضل؟ صاحب الذكر، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من عمل مثل ما عملتم، فإن لم يعمل فلو أنفق كنوز الدنيا
لا يبلغ ثواب هذا الذكر العظيم، وقد سمعت الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي تلك الرواية تعليم كيفية هذا الذكر، وقد كان يمكن أن يكون فرادا، أي كل كلمة على حدة، يعني سبحان الله مفردة 33، ثم الحمد لله مفردة 33، ثم الله أكبر مفردة 33، هذا محتمل. لكن أبا صالح السمان كيف فسرها؟ قال: تقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33، فجعل كل مرة تتكون من 3 جمل معطوفة بالواو. نعم. وقد كان يمكن، قال: وقد كان يمكن أن يكون فرادا، أي كل كلمة على حدة، ولو فعل ذلك لجاز وحصل به المقصود، لكن بين في هذه الرواية أنه يكون مجموعا ويكون العدد للجملة، وإذا كان كذلك يحصل في كل فرد هذا العدد، والله أعلم. لما قال فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. وهذا تفسير من أبي صالح نص في الرواية، ولهذا قال المصنف رحمه الله: بين في هذه الرواية أنه يكون مجموعا فيكون العدد للجملة، وإذا كان كذلك يحصل في كل فرد هذا العدد. فإذا قلت سبحان الله، إذا قلت الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، ثم بلغت 33، فكم مرة سبحت؟ 33. كم مرة كبرت؟ 33. حصل لكل جملة هذا العدد، لكنك أوردته جملة مجموعة. رجح بعضهم الجمع بالإتيان بواو العطف كما فسر أبو صالح رحمه الله، وله نظير في جمل التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، فأنت عطفت، والتقدير كما في بعض الروايات: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله. فإذا عطفت بالواو كانت أيضا في، يعني يقولون عطف المفردات يجعلها كعطف الجمل أو يجعلها جملة واحدة، هذا قول. ولا ينافي هذا ما جاء في رواية أخرى، كما جاء في حديث المغيرة الذي كتب به إلى معاوية رضي الله عنهما في مجلس ليلة الأسبوع المنصرم، قال: تسبحون الله 33، وتحمدون الله 33، وتكبرون الله 33، فنص على إفراد كل واحدة من جمل الذكر بالعدد. وعلى هذا فالذي فهمه سهيل بن أبي صالح في بعض رواية مسلم جعلها 11، لما فهم أن 33 تقسم على 3 فيكون نصيب كل جملة 11، لكن لم يتابعه على هذا أحد. وعلى كل حال قال الحافظ ابن حجر: ورواية أبي صالح تفيد أن العدد للجميع فيقول ذلك مجموعا، لكن الروايات الثابتة عن غيره الإفراد. قال القاضي عياض: وهو أولى، إفراد كل جملة بالعدد: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن كل من الأمرين حسن، إن شئت جمعت وإن شئت أفردت، فيكون المجموع في كلا الطريقتين 33 مرة لكل ذكر من هذه الأذكار. قال الحافظ ابن حجر: إلا أن الإفراد يتميز بأمر آخر، وهو أن الإفراد يحتاج إلى العدد، يعني أنت تعود سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى تبلغ 33، ومثلها الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ومثلها الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال: والإفراد يحتاج إلى العدد، وله بكل حركة سواء كان بأصابعه أو بغيرها ثواب لا يحصل لصاحب الجمع منه إلا الثلث. الذي يجمع يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر مرة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر مرتين، فكم مرة سيعقد؟ 33 مرة. لكن صاحب الإفراد سيعقد في التسبيح 33، وفي الحمد 33، وفي التكبير 33، فكم مرة عقد؟ 99 مرة. فلا يحصل لصاحب الجمع إلا الثلث. وهذا التفات إلى معنى آخر رجح به
الحافظ ابن حجر والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الرابع. طيب قبل الحديث الرابع، قوله في الحديث دبر كل صلاة، هل الصلوات المفروضة أم الفرض والنافلة؟ قال: ألا أدلكم على، ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. كل صلاة ماذا يشمل؟ يشمل الكل، الفرائض والنوافل. طيب هل تذكرون هذه الأذكار بعد سنة المغرب والعشاء، السنن الرواتب، بعد الوتر، تحية المسجد، ركعتي الضحى؟ طيب الحديث عام. قال ابن الملقن رحمه الله: ظاهره استواء الفرض والنفل، وعليه حمله بعض العلماء فقالوا هذا ذكر عام يقال في الفرض والنافلة. قال: لكنه مقيد بغيرها من الأحاديث، منها حديث المغيرة الذي تقدم ليلة الجمعة الماضية فيما كتب به إلى معاوية رضي الله عنهم جميعا، وفيه دبر كل صلاة، وفي بعض الروايات عند مسلم صلاة مكتوبة، وأيضا حديث كعب بن عجرة قوله رضي الله عنه أيضا: تسبحون 33 وتحمدون الله والله أكبر 33، قال: دبر كل صلاة مكتوبة. فيحمل هذا العموم في هذه الرواية على ما تقيدت أو خصصت به هذه الأذكار في الأحاديث الأخرى، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الرابع. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام، والأنبجانية كساء غليظ. طيب ها هنا سؤال أو اثنان، أولهما: ما علاقة الحديث بالباب، باب الذكر عقيب الصلاة؟ أين الذكر؟ الحديث في الباب أحاديث الذكر عقب الصلاة، والحديث فيه قصة أنه صلى فنظر إلى ما كان يلبس من خميصة فانصرف قال: اذهبوا بخميصتي إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الحديث متعلق بمسألة الخشوع في الصلاة، ليس كذلك؟ ما علاقته بباب الذكر؟ طيب يعني ستفعلون مثل ما فعل الشراح، يتكلفون إيجاد مناسبة للحديث بالباب، لا يظهر وجه مناسبة صريحة لإيراد المصنف هذا الحديث في الباب. وأجاب البرماوي رحمه الله بأن الذكر نوعان: ذكر باللسان وذكر بالقلب. فلما أتى بالأحاديث المبينة لذكر اللسان عقب الصلاة أورد ما ينبغي الإشارة إليه إلى أن المصلي ينبغي أن يكون في صلاته خاشعا بقلبه إلى انقضاء الصلاة، بحيث لا يشغله عنها شيء، فيكون إتيانه بالذكر عقب الصلاة صلة بحضور قلبه الذي كان أثناء الصلاة. وعلى كل حال فلا يخلو الحديث من فوائد. السؤال الثاني في الحديث، الحديث فيه قصة كما سمعتم، صلى في خميصة، قال: الخميصة كساء مربع له أعلام، يعني مخطط مقلم، ويقال في الخميصة نوع فاخر من الثياب رقيق، بحيث إذا طوي وحصل تطبيق له يكون صغيرا، وهذا لا يكون غالبا إلا في فاخر أنواع الأقمشة والثياب التي لها يعني وقعها عند أصحابها. قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم. أبو جهم من الصحابة رضي الله عنه، من عظماء قريش، من مسلمة الفتح، أسلم في عام الفتح،
ليش قال اذهبوا إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم؟ الأنبجانية كساء غليظ. ليش قال خذوا قميصي هذا وأعطوه أبا جهم وأعطوني ثوب أبي جهم؟ لماذا أبو جهم؟ لماذا ليس أبا بكر ولا عمر ولا غيره؟ أحسنتم. في الحديث قصة، أبو جهم رضي الله عنه هو الذي أهدى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخميصة، كما في موطأ مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى أبو جهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها علم فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم. طيب، أليس في رد الهدية كسر لخاطر المهدي؟ بلى، لكنه ما ردها جفاء عليه الصلاة والسلام. ماذا طلب؟ طلب بدلا، وهذا فيه تطيب لخاطر أبي جهم. ما أراد عليه الصلاة والسلام أن يبقي الخميصة عنده فتكون مشغلة له عن صلاته، فأراد ردها وطلب أنبجانيته. قال العلماء: من باب الإدلال عليه، يعني مثل ما يقول أحدنا اليوم، يعني هو يمون عليه وله أن يطلب منه ولا يتكلف، وهذا فيه فرح يدخله على قلب أبي جهم أن يكون رافعا للكلفة، فيقول: يا أبا جهم خذ هذا وأعطني ثوبك الآخر، فيفرح بذلك أبو جهم، فيجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمرين: قبول هدية المهدي وإدخال السرور عليه وإبقاء هدية لا تشغله عن صلاته عليه الصلاة والسلام. قالوا: لعلمه أنه يفرح بذلك ويؤثر به. قال ابن بطال: طلبه ثوبا غيره ليعلم أنه لم يرد هديته استخفافا به صلى الله عليه وآله وسلم. أما أبو جهم فهو كما سمعت حذيفة بن عامر القرشي، صحابي جليل من عظماء قريش ووجهائها، أسلم عام الفتح رضي الله عنه. هو الذي استشارت فيه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام لما انقضت عدتها، فاستشارته في رجلين خطباها، معاوية وأبو جهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. قال: لا هذا ولا ذاك. فأشار إليها صلى الله عليه وسلم بغير من استشارت. قال في أبي جهم: لا يضع عصاه عن عاتقه، إيش معناه؟ براب يعني. هذا أحد التفسيرين، والثاني أنه كثير الترحال والسفر، لا يكاد يقر في بلد، يضع عصا سفره على عاتقه، فهو كثير الترحال رضي الله عنهم جميعا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه دليل على جواز لباس الثوب ذي العلم. ذي العلم كما قلنا ذي الإشارات أو التربيع أو المخططات أو المقلمة ونحوها. نعم، ودليل على أن اشتغال الفكر يسيرا غير قادح في الصلاة. من أين أخذ هذا؟ نظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف يعني انتهى من صلاته قال كذا وكذا. فإذا هذه النظرة اليسيرة نوع من الانشغال اليسير الذي لا يقدح في الصلاة. قال أهل العلم: لكن رواية للحديث أوردها الإمام البخاري في الصحيح معلقة، قال: أخاف أن تفتنني، وفي رواية عند مالك في الموطأ: فكادت أن تفتنني، يعني حصل أو ما حصل، يعني ما حصلت الفتنة، إذن ما حصل الانشغال، لكنه عليه الصلاة والسلام بادر، وفي هذا تطبيق لما يسميه الأصوليون سدا للذريعة، فحتى لا ينفتح له باب الانشغال لاحقا استبق عليه الصلاة والسلام فأرسل بالخميصة وطلب تبديلها. نعم، قال: وفيه دليل على طلب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها ونفي ما يقتضي شغل الخاطر بغيرها. هذا درس مهم والله يا إخوة، تحري الخشوع وأسباب الخشوع في الصلاة والتخلص وصرف الصوارف التي يمكن أن تشغل الفكر والقلب عن عبادته في الصلاة وهو الخشوع. يا قوم، لما ذكر الله أهل الفردوس في سورة المؤمنون وعدد صفاتهم ذكر الصلاة مرتين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال في الأخيرة: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فابتدأ بالصلاة واختتم
بالصلاة، هذه واحدة. ثانيا ذكر في الصفة الأولى في الصلاة الخشوع، وفي الثانية المحافظة. ما الفرق؟ المحافظة على الصلاة الإتيان بها، هذه عبادة البدن، الركوع والسجود والقيام، هيئة الصلاة. أما الخشوع فعبادة القلب. فذكر الصلاة مرتين لتؤديها وتعبد الله تعالى بها، ببدنك محافظا عليها وبقلبك خاشعا فيها. فمقام الخشوع في الصلاة عظيم، هو روح الصلاة. وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل، فبقدر خشوعك في الصلاة تستلذ بها وتنعم وتأنس، ويسعد قلبك بصلاتك حتى تكون قرة عين كما قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام. المقام عظيم، ومجاهدة النفس فيها مطلب، والشيطان يجاهد المصلين في هذا الباب. لاحظ، يجاهد المصلين، لن يجاهد المسلمين أولا في ترك الصلاة. فإذا عجز وأصبح المسلم مصليا ما يسلم له الراية، سيجاهده في صرف خشوعه في الصلاة. فإذا حرب الشيطان مع المصلين وهم مصلون ليس في ترك الصلاة، لا، بل في خشوعهم في الصلاة، وسيظل مجاهدا للمسلم المصلي إلى آخر صلاته. فهذا مقام عظيم، وهذا الحديث درس بليغ كما قال المصنف، دليل على طلب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها ونفي ما يقتضي شغل الخاطر بغيرها. يا قوم، إن كانت خميصة مثل القميص فيه شيء من التخطيط، كانت نظرة فيها جعلت رسول الله عليه الصلاة والسلام يأخذ هذا الموقف، انصرف، ينزعها، يقول بدلوها، أعطوني غيرها، وهي قميص. فما بالك بغيرها من مشغلات القلب في الصلاة، تصاوير، زخارف، أصوات من حولك، حركة، كل ذلك مدعاة إلى انشغال الذهن والقلب، السمع، البصر. انتبه، الشيطان سيخطف من صلاتك ما استطاع. ونبينا عليه الصلاة والسلام ذو المقام الأعلى في الصلاة والخشوع الأكمل يعلمنا بمثل هذا الحديث كيف نجاهد أنفسنا، وهو درس ولابد أن نتربى فيه وأن نقيم هذا المقام العظيم من مقامات العبودية لله تعالى في صلاتنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيه دليل على مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مصالح الصلاة ونفي ما يخدش فيها، حيث أخرج الخميصة واستبدل بها غيرها مما لا يشغل، وهذا مأخوذ من قولها فنظر إليها نظرة. وبعثه إلى أبي جهم بالخميصة لا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة. الآن لما انشغل بالخميصة ماذا قال؟ اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم. طيب السؤال، لما يرسل بها إلى أبي جهم مع أنها ألهت سيد الخلق عليه الصلاة والسلام؟ أفلا تلهي أبا جهم؟ هذه الخميصة التي ألهت أعظم القلوب خشوعا، طيب فما أثرها على غيره عليه الصلاة والسلام؟ هذا جواب عن السؤال، كيف يتخلص منها ويبعث بها إلى أصحابه وهم مهما كان أحدهم يقينا أقل من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذن سيكونون متأثرين بها في صلاتهم. قال: ومن قال لك إنه لابد أن يلبسها في الصلاة؟ نعم. قال: وبعثه إلى أبي جهم بالخميصة لا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة، كما جاء في حلة عطارد وقوله عليه الصلاة والسلام لعمر: إني لم أكسكها لتلبسها. حلة عطارد إشارة إلى حديث البخاري أن عمر رضي الله عنه لما رأى حلة في السوق تباع، وكان بعض الملوك كساها عطارد، فذكر له عليه الصلاة والسلام أن يشتريها ليتجمل بها للوفود، وكانت من حرير، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. ثم إنه جاء له صلى الله عليه وسلم حلة مثلها، فبعث بها إلى عمر، فجاء عمر متعجبا، قال: يا رسول الله، أما قلت إنه يلبسها من لا خلاق له؟ يعني كيف أهديتني إياها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لم أبعث بها إليك لتلبسها. إذن يمكن استعمالها في وجوه أخر، ومنها في بعض الروايات عن آخرين الصحابة ليكسوها بعض نسائه،
وهنا في الرواية أن عمر كساها أخا له مشركا، فالمقصود بعثه بالخميصة إلى أبي جهم لا يلزم منه أن يلبسها في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد استنبط الفقهاء من هذا كراهة كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش والصنائع المستطرفة. ما الأصباغ؟ طلاء الجدران، الدهانات والبوية والألوان التي تكون في قبلة المصلي، سواء كانت في غرفة داره أو في مسجد يصلي فيه أو في غيرها، الزخارف والنقوش والصنائع المستطرفة، يعني المستحدثة التي ما كانت في الزمن الأول. الصنائع يعني النحت والنقش والزينة والزخارف التي تشغل المصلي أثناء صلاته. نعم. قال: فإن الحكم يعم. قد استنبط. وقد استنبط الفقهاء من هذا كراهة كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش والصنائع المستطرفة، فإن الحكم يعم بعموم علته، والعلة الاشتغال عن الصلاة. فكل ما يشغل عن الصلاة يدخل فيما حذر منه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومنه تزويق حيطان المساجد ومحاريبها وزخرفتها. ولما بنى عمر رضي الله عنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال للبناء: إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن، فيكون سببا لفتنة المصلي في صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وزاد بعض المالكية في هذا كراهة غرس الأشجار في المساجد للعلة ذاتها، أن غرس الشجر مدعاة أيضا إلى الاشتغال في المسجد، فما الشاغل فيه؟ النظر إلى الشجر وإلى ثمره وإلى طير يقف عليه وإلى غيرها من الشواغل التي يمكن أن تكون، فأمعن النظر في كل ما يشغل المصلي في صلاته. بل كره أصحاب مالك رحمه الله التزاويق والكتابة في القبلة ودخول الصبي الذي لا يعقل الصلاة، كره دخول الصبيان للمساجد لما يحصل من عبث وتشويش وضوضاء، احتراما للمساجد وقطعا لكل الصوارف الشاغلة للمصلي عن خشوع صلاته. وفي الموطأ أن أبا طلحة رضي الله عنه صلى في حديقته فنظر إلى نخلها فأعجبه فلم يدر كم صلى، فجاء فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن تصدقه بحديقته، يتخلص من كل شيء يمكن أن يكون صارفا لهذا المقام العظيم وهو الخشوع في الصلاة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأنبجانية يقال بفتح الهمزة وكسرها، وكذلك في الباء، وكذلك الياء تخفف وتشدد. يعني تقول أنبجانية فتح الهمزة والباء، أو أنبجانية بكسر الباء، وكذلك تكسر الهمزة إنبجانية وإنبجانية، يصح كل ذلك. وقال الياء أيضا تشدد وتخفف، تقول أنبجانية وأنبجانية، كل ذلك صححه أصحاب المعاجم في اللغة. كساء مربع كما قال الحافظ عبد الغني رحمه الله، قال المازري مصبوغ علمه حرير، وقال الباجي كساء من صوف رقيق يكون في الأغلب له علم، وكانت من أشرف لباس العرب. ونقل المحب الطبري عن الأصمعي أنها ثوب خز أو صوف بعلم أسود، يعني مخطط بلون أسود. وعن أبي أنها كساء مربع، وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة يعني مقلمة، وجمعها خمائص. وقيل كساء رقيق يكون أصفر أو أحمر أو أسود. سميت خميصة من أجل لينها ورقتها وصغر حجمها إذا طويت، فهي من أفخر لباس العرب كما قال الباجي رحم الله الجميع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأنبجانية يقال بفتح الهمزة وكسرها، وكذلك في الباء، وكذلك الياء تخفف وتشدد. وقيل إنها الكساء من غير علم، فإن كان فيه علم فهو خميصة. وفيه دليل على قبول الهدية من الأصحاب والإرسال إليهم والطلب لها ممن يظن به السرور بذلك أو المسامحة. في الحديث دليل على أربعة أمور: قبول الهدية لأنه عليه الصلاة والسلام قبلها
من أبي جهم، والإرسال إليهم يعني أن يرسل إليه بالهدية، والطلب لها، هذه فائدة جديدة، أن يطلب الهدية من المهدي. النبي عليه الصلاة والسلام رد الخميصة لأبي جهم، وماذا طلب؟ طلب الأنبجانية، طلب هدية أخرى. قال رحمه الله: والطلب لها يعني للهدية ممن يظن به السرور لذلك. ما كل من تطلب منه هدية يفرح، لكن هذا من المحب الودود، فطلبك الهدية منه مدعاة لزيادة المحبة وإدخال الفرح والسرور. تلك يعني لحظة المنى عنده أن يكون الحبيب الغالي عنده يطرق بابها أو يرسل له بطلب هدية أن يهديها إليه، فهذا عنده في غاية الفرح والسرور، وهو مما أخذ من الحديث. قال: ممن يظن به السرور بذلك أو المسامحة، يعني أن لا يقع في نفسه حرج كما حصل في قصة أبي جهم رضي الله عنه. تم الحديث بفضل الله، وبه تم الباب، وهو كما تقدم في 4 أحاديث، أخذ نصفها في هذا المجلس ونصفها في المجلس المنصرم، وتم به بحمد الله تعالى 16 بابا من أبواب كتاب الصلاة، لنشرع في المجلس المقبل إن أحيانا الله تعالى في باب الجمع بين الصلاتين، والله تعالى أعلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، واجعل يا رب ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا السنة ووفقنا لتطبيقها والعمل بها يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.